بنصبح على حضراتكم مرة تانية. خلونا في البداية نستعرض معاكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ معاكم جولتنا المرورية من القاهرة وتحديدا من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية بسيطة في الوقت الحالي مكملة لحد ميدان العباسية. ولو فضلنا ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم هنلاقي برضو في بعض الكثافات النسبية. لكن لو رحنا عند كوبري إجلاء هنلاقي فيه سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة. عند كوبري المطار في كثافات نسبية هتبدأ تختفي واحنا داخلين على طريق المطار، وكمان عند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري، ونفس الأمر أعلى كوبري المطارية القادم من الكابلات برضو بيشهد سيولة مرورية. بيشهد كمان نفق الأزهر انتظام في حركة المرور القادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وظهر انتظام لحركة المرور بشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبري أكتوبر. لكن بالنسبة لطريق الأوتوستراد القادم من مناطق حلوان إلى المعادي ومقطم هيكون فيه سيولة مرورية كبيرة. بتظهر كثافات على الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد ومن قطر النبي حتى القصر العيني، وفي بعض الكثافات بمحور النصر حتى المنصة وشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسي وميدان المستشار هشام بركات. ناخد بالنا كمان ان في غلق كلي لشارع الروضه بحي مصر القديمه للبدء في اعمال المترو، ده ضمن المرحله الاولى للخط الرابع للمترو الانفاق. وتم عمل مجموعه من الطرق البديله القادم من الجيزه، هيكون كوبري عباس ومتجه الى الملك الصالح بيسلك شارع عبد العزيز ال سعود مرورا بشارع الملك الصالح، وكمان استكمال الطريق القادم من الملك الصالح. لكن متجه الى الجيزه وفي هيستخدم كوبري عباس بيسلك شارع متحف المانيال ثم شارع عبد العزيز ال سعود واستكمال الطريق. اكدت كمان اداره مرور القاهره ان الشوارع المذكوره ستكون اتجاه واحد في اتجاه التحويله، وممنوع السير العكسي وممنوع الانتظار فيها لحين الانتهاء من الاعمال. نروح معاكم لمحافظة الجيزة، هنلاقي ان شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية، كمان شارع هرم الرئيسي بيشهد ايضا تباطؤ في حركة السيارات، وبدأت تظهر بعض الكثافات في منطقة مشعل، وكمان في كثافات كبيرة من شارع العشرين والحد الطلبية للمتجه الى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل ومنطقة الطوابق حتى العشرين. بالنسبة لطريق المحور فبيشهد دلوقتي كثافات مرورية بسيطة ده قبل محور ميدان لبنان، أما المتجه إلى أكتوبر هيكون فيه سيولة مرورية. لو رحنا لشارع السودان أمام محطة المترو الجامعة فظهرت كثافات مرتفعة للي جاي من كوبري فيصل لمناطق الدقي، تظهر كثافات على محور صفة اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، وبيفضل التوجه لمحور عرابي. كذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، كمان ظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السيارات، وكمان شارع النيل السياحي، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة المتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين، وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي ده بسبب الإصلاحات. نروح محافظة أسيوط وقدام مستشفى الجامعة بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هنلاقي فيه كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. وكمان في سيولة مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي للقادم والخارج من محافظة أسيوط. نكمل جولتنا ونروح الإسماعيلية. ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. طريق الإسماعيلية الصحراوي بيشهد سيولة مرورية للقادم للمحافظة من القادم أو من القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي، لكن الطريق الزراعي في بعض الكثافات المعتادة في مثل هذا التوقيت. وطبعا من جولتنا في شوارع مصر المختلفة خلونا نطمن على حالة المرور، نطمن بقى مع حضراتكم عن حالة الطقس، وخصوصا ان النهاردة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ان يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل الحرارة رطب ليلا، في الصباح الباكر على اغلب الانحاء. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة العظمى هتكون 33 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 30 درجة، وأسوان العظمى توصل فيها ل 42 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.